en développement économique au sein de la Palestine, et on pose la question du développement économique au sein des territoires palestiniens occupés. Quel développement économique au sein de l'occupation, au sein de la colonisation? C'est un aveuglement ou une naïveté que de poser la question en ces termes. Et deuxièmement, l'histoire de l'occupation de la Palestine n'a pas commencé le 7 octobre 2023, il a commencé en 1948. Si l'administration américaine veut aller vers une résolution sérieuse et une réflexion sérieuse de la question palestinienne, démarrée par le 7 octobre 2023, est une naïveté ou un aveuglement, une hypocrisie. La question a démarré en 1948 par l'occupation de l'entité sioniste de la terre de Palestine, et c'est en ces termes que la réflexion de l'administration américaine doit se poser. Merci. هو العنوان العام ديال المؤتمر الدولي لفورم ميد دايز هو الأزمات المتعددة والحلول المتعددة، وطبعا نظرا يعني الوضع الحالي في إطار الهجمات التي يقوم بها الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، كانت في محور طبعا كل المناقشات ومتدخلين على مستوى عادي، منهم المسؤولين الأمريكيين، منهم المسؤولين الأوروبيين، منهم المسؤولين المغاربة، المسؤولين العرب، المسؤولين الأفارقة، الذين ناقشوا بكل أريحية وبكل يعني مكاشفة ناقشوا الوضع، وانتصرت طبعا الموقف المنطقي ألا وهو أن الحل في الشرق الأوسط هو سلام عادل. السلام العادل بمعنى استقلال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمته القدس الشريف. نعم. الندوة الأخرى هي متعلقة بالهجرة، الهجرة وطبعا الأبعاد المختلفة ديالها، ما كايناش غير المقاربة القانونية والمقاربة الردعية، بل هناك كذلك المقاربة التشاركية والمقاربة الاجتماعية والاقتصادية في التعاون الدولي والتعاون من أجل التنمية كي تستقر الشعوب في أوطانها، وكذلك مسلسل للسلام في هذه الدول والكف عن زرع الفتنة وزرع الانفصال وزرع الحروب الأهلية. فهذه كلها مداخل لحل قضية الهجرة الغير شرعية في مناخاتها الطبيعية، لا سيما في البحر الأبيض المتوسط.